السياسه الجبائيه ديال 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 بلادنا. و للاسف حقيقه ان هذا الموضوع ما يتطرحش بقوه في هذه البدايه ديال هذه الحكومه. ما هو مبرمج هو ان تكون هناك مناظره حول الواقع الجبائي المغربي في بدايه السنه المقبله، بمعنى انه عمليا الاصلاحات الجبائيه للبلاد في امس الحاجه اليها قد تتاخر، ونحن في امس الحاجه الى ان تتم في اقرب وقت ممكن. على هذا المستوى من الضروري اننا ناكدوا بانه نحن من انصار ان الاجراءات الجبائيه يتعين ان تكون اجراءات عادله، ويتعين ان نجد صياغ اللي تجعل ان الفئات المحدوده يكون لها نصيب حقيقي في هذا الحمل الموجود على المستوى الجبائي. هناك من يتكلم باش نطرحوا هذه القضيه النقاش كذلك على الضريبه على 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 الثروه. فاحنا سبقنا في ادبياتنا اننا طرحنا هذا الامر. بالطبع حزب مثل حزب التقدم الاشتراكي عندما يتقدم او يمكن ان يتقدم بهذا الاقتراح يتعين ان يتقدم به بشكل ملموس، بشكل اللي كيؤدي الى امكانيه بلورته. كيف؟ شنو هي الاجراءات؟ شنو هو السبيل الى ذلك؟ هذه امور اللي فعلا كتؤدي الى انه ما يمكنش نطرحوا هذه القضيه فقط بهذا 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 الشكل. لكن هناك بعض الاجراءات الاخرى اللي يمكن تكون على المستوى الجبائي واللي كنتركها لكم على مستوى النقاش.